البحث عن منابت النجاح يكمن في استقبال العثرات بنظرة ملؤها التفاؤل. تجربتي ضوء في بداية النفق. أهلا وسهلا، حلقة جديدة ومواصلة لحلقة سابقة كنا بديناها، وحنا بنوثق لتجربة البشمهندس حاتم محجوب فضل الله في صناعة السكر في السودان. أهلا وسهلا بشمهندس. بارك الله فيك، مرحبا بك. كنا تكلمنا في الحلقة الفاتت عن بعض التفاصيل الأولية بس عشان نخط المشاهدين في الصورة، لكن كل الحياة اللي احنا بدينا فيها بتطرح تساؤلات بديهية عن علاقة صناعة السكر بالاقتصاد العام، وناس كتير بيتكلموا عن انه اقتصاديين على انه الصناعة دائما هي المخرج للاقتصاد، الزراعة والصناعة، وصناعة السكر تحديدا هي من التجارب اللي بتعكس الاثنين، الزراعة والصناعة مع بعض. هل بنقدر نقول أن السودان وصل للطاقة الإنتاجية القصوى في مجال إنتاج وصناعة السكر؟ لا، نحن لو عيننا المصانع الأربعة القائمة، الإنتاجية القصوى بتاعتها حوالي 650 ألف طن سكر، ولو ضفت لها كنانة ب 350 ألف طن، ده لو وصلت الطاقة القصوى بتاعتها يعني تديك زي 700، قول 800 ألف طن مثلا. الليلة اليوم الاستهلاك المحلي 1,200,000، معناته في جاب كبير جدا بينك وبين الطاقة، بينك وبين الاستهلاك المحلي اللي انت عايزه. صناعة السكر لابد منها لأسباب كثيرة جدا، انت بتعمل تنمية صناعية مبنية على زراعة، وما شاء الله السودان متفسح في المساحة الزراعية بتاعته، يعني من 80 مليون هكتار تقريبا او كذا مليون هكتار، نحن يا دوب 2 مليون هكتار زراعه مرويه وما سوينا الباقي، الباقي فيه زراعه عليها زي 6 وزراعه مطريه زي 9 بتبقى 15، بتبقى يعني عندك قريب ال 50 مليون هكتار قاعده ما موظفه. اذا قال القضيه بتاعتنا نحن استثمار، حيكون مشكلتنا كلها راس مال دخل اليوم معنا هنا. يبقى انت محتاج لهذه الصناعه عشان بعد ذاك الاستيراد من برا ده مشكله كبيره، يعني ممكن لو كنت تستورد عمله صعبه وشغلانه وماشي والاستهلاك المحلي ماشي زايد، انت بتضطر لحتلك موقف من الواقف، لا بد من انك انت تخط علاج او تخط نظره اقتصاديه حتى على مدى سنوات مدرجه انك انت تدخل في صناعه السكر. مش صناعة السكر بس، حتى بعدك انت تكون مصاحب لها استغلال مخلفات مخرجات الصناعة الثانية عشان تقدر تمشيها برضه لقدام، وتقدر في ذات الوقت تشتغل في الجانب بتاع تحسين نوعية المنتج اللي انت بتشتغل فيه ده. دي كلها كده بتخليك انت داير في دورة بتاعت اقتصاد ناوي تدعم به الوطن، والسودان بحكم موقعه بحكم ساعاته اللي فيه بحكم التجربة بتاعته، انا بتخيل انه ما حل انه يغطي الدول اللي وحواليها في 9 دول افريقيه. ده من ناحيه مساحه وخصوبه ارض، لكن من ناحيه بتاعت قدرات للزراعه في الانتاج احنا جاهزين؟ اذا كنت قاصده كفاءات بشريه او خبره عمليه احنا جاهزين. لو كنت قاصده ادخال ماشينري جديده وسيستم جديد بتاع شغل وشغله، نحن شويه قد نكون متاخرين. لأن الصناعة دي أحد المواقف الحرية فيها أنها مربوطة كلها باستيراد من الخارج، يعني ما عندها حتى مصنع في السودان، حتى اللاستيك بتاع التراكتر ده أنت بتجيب من برا، السكين حقة القصب دي بتجيب من برا، السماد اللي بتكبه ده بتجيبه من برا، الكيماويات المستعملة في المصنع دي من برا. يبقى أنت لما تفكر في الكوست بتاع الشغلانة ذاتها محرجة، وكونك أنت بتجيب من برا معناته أنت محكوم بشيء آخر خارج إرادتك أنت، وده بيخليك انت ما بتقدر تمشي لقدام في الصناعه بصوره اللي انت دايرها. عشان نحن نتحرر في الشغلانه دي شويه شويه ونمشي لقدام في مجالات ارحب، خلينا نركز في مصانعنا اللي هسه موجوده دي ونبدا نعيد نبعث فيها الحياه من جديد، والقدامنا موجود، الحياه اللي قدامنا كبيره جدا جدا. في ناس بيقول لك والله يا اخي انت الزراعه بتاعت قصب السكر دي مستنفذه للماء، ده الهجوم الوحيد اللي بيجي عليه في نتاخده، لكن ده انت ممكن ترد عليه بانه
ما خلاص انا غيرت نمط الري بتاعي. اذا كان اصل الري الفيضي بياخد منك 1200 متر مكعب عشان يديك طن سكر، الري بالتنقيط، الري بالتنقيط بياخد منك 4 أو 8، الري بالاوفر هيد ريجيشن ده بياخد منك 10. يبقى انت بعدك في مجالات او في فسحه بدايل. من البناء عشان انت تغير البدائل بتاعتك او عشان تطور الصناعه دي لفوق. وما زال السودان يعني مترع او ما شاء الله، يعني البوتنشال اللي فيه كثير جدا من حيث الواطو زي انت وتحصل الري بتاعنا. ما عندنا مشكله في الحته دي، مشكلتنا فقط في راس المال ما عندنا. يعني مثلا تقدر تقدر راس مال كم ممكن يحيي الصناعه في السودان؟ لا 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 ما بتقدر. لا لا دير الله تفاصيل أكثر. نعم. في دور خدمي ومجتمعي مربوط بصناعة السكر في السودان، هل قدرت مصانع السكر الموجودة إنها تقوم بالدور ده على الوجه المطلوب؟ جدا طبعا. المصانع دي قامت في مناطق ريفية، واحدة من الرسائل بتاعتها هي خدمة المنطقة دي الريفية اللي ماشي فيها من ناحية اجتماعية. بيكون أول خدمة قدمتها للحتة ديل استوعبت الناس اللي قاعدين هنا في التوظيف داخل المناطق ديل، وظائف اللي بذلتها. اهتمت بعد ذاك المصانع دي أولت هذه القضايا بتاعت أولت اهتمام كبير جدا لأنها تخدم المنطقة من خلال تحسين موارد المياه، موارد الشرب بالذات، وإدخال الكهرباء إلى هذه القرى، وربط هذه القرى بطرق معبدة ببعضها البعض أو بأقرب مدن لها، وبعد ذاك الدخول في التعليم، مدارس الأساس، مدارس الثانوية، رياض الأطفال، دور المرأة، المساجد، الخلاء، الأندية الرياضية، المستشفيات، ودخلت بعد ذاك حتى في يعني تغير نمط الحياة بتاع الناس كله. أنا أديك مثال حي جدا جدا في الحتة دي، يعني لو مشيتي عسلاية وحاولت تقور الحالين عسلاية ماسكة كيف، أو مشيتي سنار حاولت تشوف الطرق المربوطة في سنار كيف، أو جيتي الجنيد والجنيد ده ملحمة براه داخل فيه مزارعين كتير ومتفقين على الحتة دي وماشيين وبدوا بالسخاء لتطوير الحياة الاجتماعية في المنطقة، بتلقي إنه مثلا شركة السكر الثانية دعمت حتى المستشفيات الخارج منطقة المصنع، تنبول، رفاعة، حصحيصة، الهلالية، وصلت لها مدني، تدعم هذه المستشفيات وتدعم كل المجال. الردميات واصلة لغاية تنبول، الردمية بتوصلك لغاية رفاعة، في خريفية ما بتنقطع. هسه طبعا الحمد لله دخل الزلط سهل للناس أمورهم كلها. تعالي في حلفة، طريق من حلفة لغاية مدينة المصنع، من المصنع لغاية الحل المدينة، داخل المدينة ذاتها، الكنابي العمالية البرة، خدمات الري، خدمات الإرشاد كده. يمكن في حلفة في وحدة بتاعت إرشاد نسوي زي سنار في جنيد أنا ما شفتها، لكن في سنار في حلفة تلقى فيه يعني وحدة بتاعت إرشاد نسوي لها أثرها ولها امتدادها في الحتة دي. الاهتمام حتى ذاته بالأندية الرياضية وحياته الاجتماعية ومحاولة دعمها وإدخالها في منافسات في بعض البعض عشان تقوي الرابط الاجتماعي بيناتهم، دي برضها في المصانع دي ماشي فيها، أو شركة السكر دخلت فيها كثير. المساعدة في التهجين النسل بتاع الحيوانات الموجودة دخلت فيه. المجال الصحي في إنك أنت تحاول ترش أو تكافح الأمراض الموجودة أو تدي تطعيم، شركة بتاع حملة بتاع تطعيم ماشي كان بدوها. كيف كان بيتم التخطيط للبرامج؟ في مكتب الخدمات الاجتماعية في كل مصانع دي رسالته، وباتصاله مع الوحدات الثانية القريبة له كان بيتبنى بعض البرنامج يمشي بها، وتدخل في وبعدين معايشته للحياة الاجتماعية الموجودة يمشي فيها. أحيانا مطالبات اتحاد المزارعين يطلب، بعض الأولى تطلب أو بعض الجهات تطلب، الدعم بيجي. الخدمات الاجتماعيه ذاتها كان مصب بها العاملين في البدايه، لكن دخلت بعد ذلك امتدت للناس اللي لهم ذاتهم بيشتغلوا معي بهنا. فكون المنطقه ترتفع وتستقر في خدمات الاجتماعيه كانت احدى المهام
نجحت في صناعة السكر نجاح كبير جدا. نجحت والله فيها. باشمهندس استاذنك في فاصل قصير. مرحبا. البحث عن منابت النجاح يكمن في استقبال العثرات بنظرة ملؤها التفاؤل. تجربتي ضوء في بداية النفق. باشمهندس، مستقبل صناعة السكر في السودان مع الوضع الاقتصادي الجديد ممكن يحصل شنو؟ نحن محتاجين اليوم وبقى قدامنا خيارين، تكلفته عالية اشتغلته كثيرة، قدامنا خيارين، إما إننا كدولة نطلع من الشغل ده كله للقطاع الخاص وندعم، أو نتبناه نحن كدولة لكن بفهم اقتصادي. كيف؟ أنت لو عايز تدي شركة السكر السودانية الحق فيها تمشي قدام، أديها كامل التصاحيات والتفويض اللي بيساعدها تقوم كشركة، كشركة ليس ما تابع للحكومة، مش شركة حكومة وخلاص، لا شركة منفصلة حاسبة يتبعي قانون دايره بعد ذاك، لكن خلات تخضع لقانون 25 وتقوم بهيكليتها وباعتباريتها وبهيكل منفصل بعد ذاك فكرة. يعني نحن لما نخش يعني صراحة في البروغرارية الخدمة المدنية وما بعرف الإجراءات العجيبة في المصالح الحكومية دي، الصناعة ما بتمشي جدا. الصناعة دي في أشياء لا تتحمل التأخير أبدا، داير سماد في الوقت الفلاني داير سماد، داير جاز في الوقت الفلاني داير جاز في الوقت كده. يعني أنت بتمسك مثلا تأخذ لك المدخلات حقتك دي، لو ما جات في مواقيت محددة ما بتقدر تصين المصنع، ما بتقدر تصين الحاليات بتاعتك والحضارات، ما بتقدر حتى تحضر الواطة. إذا كانت دي مربوطة ببرة يعني بأشياء بعملة صعبة وعملة حرة، لما أنت تفك الشركة دي بقى تشتغل براها وتحاسب أنت الربح والخسارة بتقدر بعد ذلك يتمشي شغلك. ويمكن أبلغ يعني أجمل مثال اللي حصل هسه عندنا، كنانة ما توقفت يعني كنانة ماشي، وأحيانا نحن نلجأ، لكن احنا في ظروفنا صح ضايقنا الحصار الاقتصادي والشغلانة الكثير المرة بها في السودان دي ضايقنا، لكن ده ذاته عشان انا ما اتأثر به فكة اداك انه ندك شركة. اذا القانون بيسمح في ان ادقم في شركتها براها بقانون 25 بكمال القوة بتاعتها على مسار، لا انت بقيت سخي كمان اللي قلت لك في راس مال وطني هنا جايب للقطاع الخاص فيكو، ما انت برضك بساعد في الدولة وفي النهاية انت شغال بشنو؟ شغال بيزك حر. فده بستقبله لقدام. وبعد ذاك يعني في مجال كبير جدا جدا لتحسين الأداء في هذه المصانع. يعني المصانع احنا لو عاودنا نعالج مشاكلها ونرفع لي فوق ونخليها تصل لطاقة القصوى بنكون خدمنا شيء كثير جدا في هذه الصناعة وكون اديناها كثير. ده فيما يتعلق بالكفاية المحلية وكمان التصدير حتى إذا تفعل. عندك انت وارد، عندك الإمكانية انك تدي الإنتاج المحلي وتدي برا. لكن بس الشغلانة زي ما قلت لك انا الديسيجن ميكرز المفروض يكونوا شويه واعيين بهذه الامر وقادرين على انهم يتخذوا القرار المناسب وتمشي الامور بقدام باذن الله تعالى. ان شاء الله. شكرا لك كثير يا باشمهندس. بارك الله فيك وجزاك الله، اتمنى ان اكون افدت المشاهد كثير من بعض الاشياء يعني. بارك الله فيك. كثير من المعلومات المهمه كان لازم تتوفر عن القطاع المهم جدا فيما يتعلق بواحد من اعمده الصناعه ممكن يعول عليها في الفتره الجايه. شكرا جزيلا. بارك الله فيك، جزاك الله خير. البحث عن منابت النجاح يكمن في استقبال العثرات بنظرة ملؤها التفاؤل. تجربتي ضوء في بداية النفق.